نقبل بعبودية الاحتلال. لا للاحتلال لا. ولن لا للاحتلال لا. ولن نقبل بما تحاول إسرائيل باحتلالها وجدار القصف العنصري أن تفرضه. نحن شعب يناضل من أجل حريته واستقلاله. هذه الورقة التي تحملونها تساوي صفر، لا تعني لنا شيء. هذه أرضنا، لستم أنتم الذين تقرروا إن كانت هذه الأرض لنا أو لكم. وجودكم غير شرعي، وجودكم مخالف للقانون الدولي، وجودكم مخالف لقرار محكمة لاهاي الذي نص على أن وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة غير شرعي، ووجودكم في القدس الشرقية غير شرعي، وبناؤكم للجدار غير شرعي.